الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده ان شاء الله الحلقه هتكون مختلفه جدا علشان مباراه الغد المصيريه ما بين الاهلي والترجي في اياب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله الهامه جدا جدا، وكلنا دعواتنا ان شاء الله خلال مباراه بكره النادي الاهلي يقدر يفوز بهذا اللقب الافريقي الهام ورقم 9 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا. فبالتالي الاستعدادات هتكون قويه بالنسبه للفريق، هو خلاص الفريق هيختتم النهارده استعداداته. النهارده كمان الحلقه هتكون مختلفه علشان هذه المباراه، مش هيكون في اي كلام اخر غير عن مباراه الاهلي والترجي. المباراه ان شاء الله بكره هتكون في تمام الساعه 9 مساء. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي فاز في مباراه الذهاب بنتيجه 3-1. ان شاء الله عندنا الأفضلية من حيث النتيجة ان احنا ان شاء الله نحقق هذا اللقب الأفريقي الهام والغالي، واللي وحش اكيد كل جمهور النادي الأهلي، وكمان التأهل لكأس العالم للأندية هو ده الهدف الأساسي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. فبالتالي ان شاء الله كلنا نبقى فرحانين بعد مباراة الغد بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري ابطال أفريقيا. المعطيات تقلق شويه قبل المباراه، يعني ايقاف وليد ازارو، عوده الجماهير بالنسبه لفريق الترجي في المدرجات بشكل كامل، ممكن طبعا غيابات طبعا سواء علي معلول، جونيور اجاييه، وليد ازارو، كمان احمد فتحي هيكون غياب مؤثر جدا بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا ان هو لاعب خبره. لكن ان شاء الله النادي الاهلي عنده العناصر الكافيه اللي تقدر تعوض غيابات اي لاعب، اي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله هيكون في الموعد بكره، وان شاء الله هيحدث الفارق ويقدر النادي الاهلي من خلال ال 11 لاعب اللي هيشاركوا في مباراه الغد ان شاء الله ان هو يحقق هذا اللقب الافريقي اللي كلنا مستنيينه. وطبعا الاعصاب يمكن بايظه شويه، كلنا يعني بنتاهب لهذه المباراه، وكل الاهلاويه وكل المصريين بشكل عام، وخصوصا ان في مسانده من كل المصريين ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الغد، علشان النادي الاهلي يمثل مصر في هذه البطوله، هي البطوله الاغلى بالنسبه للانديه في افريقيا. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع ونتكلم او نكمل حديثنا عن كل ما يخص مباراه الاهلي والترجي وكل فقرات برنامج كلام في الميديا النهارده. استنونا بعد الفاصل. بجدد التحيه بحضراتكم، وطبعا زي ما قلنا الكلام النهارده هيكون عن مباراه الاهلي والترجي فقط، وهذه المباراه الهامه واللي كلنا ان شاء الله مستنيينها، وان شاء الله نتمنى كل الفوز للنادي الاهلي والتوفيق في هذه المباراه. لكن خلينا سريعا نروح لزميلنا كريم احمد من رئيس قناه النادي الاهلي، ولقاء هام جدا جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمنسق الامني لبعثه النادي الاهلي في تونس. تابعوا اللقاء ده عشان في كلام مهم جدا جدا، خلينا نروح نشوف. برحب بيك زميلي امير وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت عارف طبعا هنا في تونس اليوم الثالث على التوالي استعدادا للمباراه الهامه والمرتقبه نهائي دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي والترجي التونسي. بيسعدني سريعا وانضم لي كمان في هذه اللحظات عميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وايضا كمان المتابع بشكل جيد جدا للتنسيق الامني على اعلى مستوى هنا في تونس. محمد بيه برحب بيك في البدايه، ويمكن طبعا ان شاء الله نكون موفقين في هذه المباراه باذن الله، تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي، ياخد منك كلمات ان شاء الله باذن الله على هذه البطوله الغاليه جدا. طبعا احنا كلنا يعني منتظرين زي ما الناس كلها منتظرين، 90 مليون مصري منتظريننا ان شاء الله باذن الله الحلم بيتحقق، ان شاء الله تبقى النجمه التاسعه والبطوله التاسعه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. شايفين الاجواء شكلها عامل ازاي، بس الحمد لله رب العالمين في تركيز عالي جدا، في استعدادات الحمد لله بشكل كويس، احنا عملنا اللي علينا والباقي بقى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بقى التوفيق من عنده ان شاء الله. عايز اروح معاك لاكثر من محور وكذا سؤال، يمكن طبعا بنستغل وجود حضرتك معانا هنا. ابدا معاك بالاجتماع الفني النهارده وحضورك بالنسبه للاجتماع، ابرز الامور التي نوقشت في هذا الاجتماع، وحطينا في الاجواء محمد بيه، ايه اللي تم وايه اللي اتقال وايه التحذيرات اللي ممكن تكون اتقالت للفريقين وليس لفريق النادي الاهلي؟ هو طبعا الاجتماع الفني اللي كان ماشي بشكل طبيعي جدا، الامور الفنيه المتعلقه سواء بالمواعيد التحرك من الفنادق، يعني حتى هم كانوا محددين ميعاد التحرك بتاعنا من الفندق 5:30، بس كابتن محمد يوسف طلب ان احنا نقدم نص ساعه تحسبا لاي ظروف، فان شاء الله باذن الله ميعاد التحرك بتاع الفريق النادي الاهلي الساعه 5. الزي طبعا الترجي هيلعب بالزي بتاعه المعتاد، النادي الاهلي هيلعب بالزي الازرق ان شاء الله. الامور الطبيعيه تقنيه الفار برضو، وتم شرح تقنيه الفار ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، اتشرحت تفصيليا، وبعد كده اتنقلنا للمنسق الامني للاتحاد الافريقي او الكاف، وهو من جنوب افريقيا، اتكلم على كل الجوانب بدايه من تامين الجماهير لغايه وصولها للاستاد والخروج، وقال وشدد الأهم حاجة عقب المباراة مش قبل أو خلال المباراة، لأن أنت عارف طبعا الناس كلها المباراة خلصت، فهي دي كله يعني مش عايز أقول الدنيا بتنفض، لكن هو بيشدد
بشكل رسمي. الأهم حاجة التأمين عقب انتهاء المباراة وليس قبل المباراة فقط لا غير. فطبعا في إجراءات كده إن شاء الله احنا بنتخذها وبنشوف، هنشوف مع جماهيرنا اللي موجودة. احنا لغاية دلوقتي اللي عندنا البيانات اللي موجودة بالاتفاق مع طبعا سيادة السفير نبيل اللي هو بصراحة السفارة المصرية هنا من أول يوم أما جينا، وأنتم كلكم لاحظين الكلام دوت واتصالات على أعلى مستوى ومتواجد معنا يوميا. فالبيانات اللي موجودة احنا بنتكلم في العدد إجمالي هيبقى 600 650، فمنتظرين بس في طياره المفروض توصل بكره ان شاء الله باذن الله. هنبقى عندنا حصر كامل بالاعداد الجماهيريه ان شاء الله، هيبقى في تحرك كامل البعثه الرسميه للنادي الاهلي بالاضافه الى جماهيرها، وده اللي احنا اصررنا عليه وصممنا عليه ونسقنا معاه مع الجانب التونسي على هذا الكلام، اللي ما فيش حد من الجمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري اللي بيمثل النادي الاهلي ويمثل مصر هيتحرك لوحده، لازم كلنا هنتحرك مع بعض. وهما الكامل سواء البعثه الرسميه او جماهير النادي الاهلي، فهيبتدي نحط تنسيقات على في مجموعات قاعده في الحمامات وفي مجموعات قاعده قريب مننا، هنتجمع كلنا في نقطه معينه ان شاء الله باذن الله هنبدا نعلن عليها النهارده، بحيث اللي يبقى كل الناس هتتحرك في وقت واحد. وفي اماكن مكان تاني برضو السفاره المصريه كانت نسقت عليه، يعني المفروض اللي هم هيقابلونا مع الامن المخصص ليهم برضو على الطريق بحيث يخشوا معانا. في الاخر خالص احنا عايزين الجمهور النادي الاهلي بالكامل مع البعثه الرسميه كله يخش الاستاد في وقت واحد، وده بالظبط ده حصل معانا في مباراه الترجي هناك، وهو ده الاستقبال اللي كان موجود بالنسبه لهم في مطار برج العرب سواء بالبعثه الرسميه لفريق الترجي او الجمهور التونسي اللي كان موجود في مصر. وانا يعني لسه كنت بتكلم النهارده مع السيد رياض بن نور النائب رئيس نادي الترجي، وهو حتى كان فيه سوء او خلاف في وجهات نظر في حاجات معينه، بس يعني تم ايضاحها بشكل كويس. واحنا علاقتنا بالترجي علاقه قويه جدا جدا مش اول مره النهارده، ويمكن هو حتى لو كان واخد على خاطره كان واخد على خاطره بسبب الموضوع دوت ازاي يبقى في تفتيش للحافله، اما فهمنا له وجهه النظر وكان يمكن علق على اللي فيه اتقال في قناة الاهلي اللي ما حصلش الكلام دوت. ولكن انا طمنته وقلت له لا بالعكس ممكن تلاقي فيه المعلومه ما كانش لسه وصلت، لكن المعلومه وصلت. التامين في اليوم دوت ما كانش في حاجه اسمها تونس او اهلي، التامين في اليوم ده وزاره الداخليه، وانا قلت عقب المباراه على طول الممثله في مديريه امن اسكندريه اشتغلت بمنتهى الحرفيه، ما اشتغلتش على اهلاوي او ترجي، ده اشتغلت على العنصر البشري وسلامه العنصر البشري الموجود بالشخصيات الهامه الموجوده. هو كمان حتى ما كانش متوقع، يعني عناصر المفرقعات تفتش العربيه، قلت له عناصر المفرقعات فتشت العربيات لكل الشخصيات بما فيهم، يعني يمكن كان عند في الاستاد كان موجود معانا الدكتور سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، كان موجود معانا سياده المستشار الوزير برده عمر مروان، فكل الشخصيات اتفتشت. هو ما بقاش حتى يعني هو حس برضو يعني الاجراءات التامينيه، قلت له انت عندك ما بنعرفش نتكلم، فهو يعني بنخش بقى يعني الترجي، قلت له ما هي نفس القصه. احنا وضحنا له في الاخر اللي ده كان يعني اجراءات امنيه اتطبقت على النادي الاهلي قبل ما تطبق على الترجي، اتطبقت على الشخصيات الهامه العادي اللي جاي، وكلنا التزمنا يوميها وكلنا ما حد التزمنا الامن، عشان كده ظهرت المباراه من اول اليوم اللي كانت الناس بتزحف من كل حته عشان تيجي تحضر المباراه لغايه اما جمهور الترجي نفسه غادر ورجع بلده بالسلامه، ظهرت بالمنظر المشرف، ما فيش حد اتمس، كل الناس كانت سلامتها اهم حاجه بالنسبه للامن المصري، وهو ده اللي احنا قلنا عليه احترافيه. اللي انا شايفه للامن التونسي برضو بيشتغل نفس القصه، بيشتغل بمنتهى الاحترافيه، بيأمن البعثة المصرية بشكل كويس لغاية وقتنا هذا. أنا أتمنى المباراة والأجواء المباراة برضو تفضل مستمرة بهذا الشكل إن شاء الله، لأن في الأول في الآخر في تعصب، في تعصب، في كل واحد طبعا نفسه يبقى يحصل على البطولة ويحصل على كأس أفريقيا، دي ما فيش فيها كلام، ده طموح مشروع للكل، ولكن خلينا نخلي المستطيل الأخضر هو اللي يحدد البطل إن شاء الله بإذن الله في المباراة. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نحافظ على سلامه ولادنا ونحافظ على سلامه جماهيرنا ونحافظ على العلاقه الوطيده بين الترجي وبين الاهلي، الناس كانت بتنام في بيوت بعض، العلاقه الوطيده بين الشعبين سواء التونسي او المصري، لان برضه علاقات قويه جدا، الشعب التونسي طول عمره بيحب مصر والمصريين طول عمرهم بيحبوا تونس والمغرب العربي، فانا احافظ عليها ده الاهم وده المكسب الحقيقي في المباراه. اما المكسب والخساره فدي في الاخر خلاص الملعب والمصير الاخضر 90 دقيقه هم اللي هيحددوا ان شاء الله باذن الله. يعني
نقطة أخرى كمان يا محمد بيه، أتكلم منذ وصولنا هنا، يمكن حضرتك اتكلمت بشكل عام على الإجراءات الأمنية هنا أو التأمين الخاص ببعثة فريق النادي الأهلي، لكن بشكل عام لو بنطمن الناس الإجراءات ماشية إزاي، إحنا بنتمنى يوم المباراة يكون أزيد وأقوى لأن العدد هيكون كبير والأمور هتكون مختلفة بشكل كبير جدا يا محمد بيه. يعني شوف أنا هقول لك، وأنا قلت له يعني أنا قلتها له ولفت نظر لي النهاردة وإحنا قاعدين في الاجتماع، يمكن لما جينا في الأول ما كانش الأمور يعني زي ما إحنا كلنا شايفين، ولكن الأمن لا غبار عليه، احنا شفنا كميه العدد الامني نازل يامن بس النادي الاهلي قد ايه، ولكن برضو ما كانش المفروض اللي يبقى فيه بس النادي الاهلي لسه واصله واللاعبين، ولا الجمهور طبعا على راسي الجمهور الترجي او جمهور الاهلي، الجماهير طبعا دول على راسنا، فهو برضو يعني وضح الصوره اللي احنا لو كنا جايين بطياره خاصه كنا هننزل في مكان تاني، انا ما عنديش فيها مشكله، ولكن في امور الضغط النفسي او لازم دايما واحنا مسؤولين نخلي بالنا اللي فيه شباب وفيه اولاد وفيه الناس عندهم حماس بالزياده، عنده استعداد يعمل اي حاجه، فاحنا لازم يبقى احنا برضو على القدر من المسؤوليه اللي احنا ازاي نحافظ على شبابنا، ازاي نحافظ على فرقنا. فطبعا هرجع اقول تاني برضو كل سوء التفاهم، لو احنا النهارده وصلنا البعثه يوم الثلاث النهارده احسن بكتير، نتطور النهارده الخميس يعني شايفين فيه احسن بكتير، اتمنى بقى زي ما انت بتقول اليوم الجمعه ده هيبقى رهان كبير جدا بالنسبه للامن التونسي، واحنا يعني واثقين فيهم طبعا، ورهان كبير لنادي الترجي، لان نادي الترجي النهارده بينظم، لو انت عندك حلم المباراه عشان خاطر تحصل على البطوله فقط لا غيره مش مهم اي حاجه ثانيه، لا متهيألي هو عنده برضه تارجت اللي هو لازم ينجح في تنظيمه زي ما كان النادي الاهلي وادارته بتراهن دايما اللي هي تنجح في تنظيمها، فربنا يسهل النهارده. يعني انا شايف الاجتماع باللقاء اللي حصل مع السيد رياض بن نور واخ عزيز، يعني يمكن هو عايش مع الاهلي وعايش في مصر يعني زينا، فهو الراجل يعني بس طبعا وانا عذره لانه في طبعا في سوء فهم او سوء تفاهم حصل، ده غلط اللي هو كان لازم يتوضح له من البدايه، ولا انا برضو يعني عاتبت عليه اللي احنا مش غرب، كان هو برضو المفروض يقول الـ 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 يعني ايه اللي مضايقه، لان هو مش غريب عن النادي الاهلي، ده ما فيش يعني طلباته كلها وهو هناك كان على اتصال مع رئيس اللجنه المنظمه للمباريات اللي احنا عملناها في النادي الاهلي الوزير العامر فاروق، وهو يعني ما فيش طلبه غير فعلا ما اتلبى، ولكن ممكن يكون اخذ على خاطره ولا، بس الحمد لله الامور النهارده راجعه تاني، انا شايفها فيها اخويه وفيها الاهلي والترجي بجد، وهيبقى برضه هرجع اقول تاني بقى بكره ان شاء الله باذن الله، انا متاكد ان جماهير الترجي هيستقبلوا النادي الاهلي بشكل لائق زي ما جماهيرنا استقبلتهم، وال90 دقيقه هي اللي هتحكم ان شاء الله. كمان لو بتكلم على الجماهير، على ذكر الجماهير، يمكن كان محدد عدد 40,000 يمكن وصل كمان ل 60,000، وده يمكن عدد كبير جدا، لو بتشوف النقطه دي بتتكلم فيها ازاي او استقبلت الخبر ده يا صاحبي حمدي؟ شوف يمكن احنا في مصر كان نفسنا يبقى عندنا 60,000 متفرج، وكان نفسنا يبقى عندنا زياده الجماهير، يمكن الامن المصري مش يعني مش هقول دون تحيز، انا كراجل مدير النادي الاهلي ببقى زعلان شويه عشان خاطر عايز زياده الجماهير، ولكن انا برضو بصفتي كنت شغال يعني ابن وزاره الداخليه وشغال، فبعذر طبعا الامن المصري، فاحنا كلنا التزمنا بتعليمات الامن ال 50,000، واكتشفنا بقى كده في الاخر دي كانت افضل حاجه، لانك انت امنت فريق الضيف، كان عندك مساحه مدرجات 12,000 موجودين لتامين فريق الضيف بالكامل، ودي يعني يمكن حافظت بكتير على خروج المباراه بالشكل اللي احنا شفناه هناك في مصر، الحمد لله رب العالمين. النهارده اللي انا عارفه لساعه الاستاد يقال اللي هي 70,000، تمام، اما بقول 60,000 النهارده انت دايما بتدي نسبه 5% او 10% زياده لازم الناس بتدخلها، وبتبقى غصبا عن الامن خلي بالك، لان الناس بيبقى في تدافع وبيحافظ على سلامه الجمهور، فبيحاول بقدر الامكان بيدخل يعني اللي في زيادات ومسموح بيه بيدخل، فانت النهارده ما بتقول 60,000 ومش مدي مساحه لتامين بالمشاحنات اللي انا شايفها دي، اتمنى اللي يكون الاتحاد الافريقي، احنا النادي الاهلي بيلتزم بكل القرارات وبكل اللوائح المنظمه والتعليمات المنظمه، وبنعرف لو في حق بناخده طبقا للطرق الشرعيه، واتمنى يكون الاتحاد الافريقي في هذا القرار يعني هو مسؤول عن قراره، وهرجع اقول تاني الامن التونسي عليه عامل كبير جدا وعليه رهان كبير في اليوم ده باللي انا شايفه، لا عليه عامل كبير، فربنا يعديها بخير ان شاء الله. نقطة مهمة ويمكن مهمة جدا كمان، وهو حضور الكابتن محمود الخطيب كالعادة والمساندة الدائمة، وكمان مجلس الإدارة يمكن بتشوفه كمان يا محمد بيه بنفسه بيباشر بنفسه، عايز كل حاجة تنظيمية يحلها بنفسه بحيث ان هو يبقى النادي الأهلي فقط داخل المستطيل الأخضر، كيف ترى رغم التعب طبعا اللي احنا عارفينه مع الكابتن محمود بتشوف الأمر ده ازاي يا محمد بيه؟ شوف يعني هو ده كابتن محمود الخطيب، هو ده النادي الأهلي ازاي بتوصل رسالة لأعضاء مجلس إدارة
لسه معاك موجودين، ازاي بتوصل رساله للاداره اللي موجوده، ازاي تحمل مسؤوليات، ازاي بتتحمل على نفسك. هو ده الاهلي فوق الجميع، هو ده شعار الاهلي فوق الجميع، اللي انت بتيجي على نفسك عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي. النهارده وجود رئيس النادي كابتن محمود الخطيب في الاجواء اللي زي دي مهم جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. ده نهائي، ونهائي مش عادي، واجواء فيها شد وجذب. حلم الترجي عشان عنده مقاويه، حلم للنادي الاهلي للغياب بعد 4 سنين ما حصلش على بطوله افريقيا. الناديين هرجع اقول تاني لهم حق مشروع في تحقيق احلامهم. فوجود الكابتن خطيب عامل مهم جدا. انت زي ما انت شايف من ساعه ما جينا في استقرار للفرقه، ما الفريق ليه مواعيده محدده، ما فيش حد بيجي بالفرقه، مقفول تماما، عزله تام مع الفرقه، وده المطلوب. وانتوا متهيألي يعني حضرتوا قبل كده مباريات مع النادي الاهلي ومباريات بمنتهى الاهميه دي، الجهاز الفني واللاعبين بيبقوا محتاجين يعني فتره، بحيث برضو انت ما بتحاولش توصل لهم الضغوط اللي الموجوده او فانت عايزه دايما يبقى هو لعيب جاهز هيقاتل ال 90 دقيقه بتاعته في الملعب بس، فبتوفر له المناخ دوت. والحمد لله متهيألي احنا لغايه وقتنا هذا يعني اتمنى يكون كابتن خطيب يعني برضه شايف القصه دي، لغايه وقتنا هذا احنا قادرين اللي احنا نحقق ده للاعبتنا. واتمنى لغايه النهايه برضه تبقى البعثه كلها زي ما جت بسلام ترجع بسلام ان شاء الله باذن الله. المهندس هاني بوريده، المستر محمد كامل طبعا رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن. يمكن مصر بتساند النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المباراه ايضا. كمان يمكن كلفته طيبه، ويمكن حضرتك كنت في الاستقبال الكابتن محمود الخطيب مع الوزير العام فاروق، امر مهم جدا حابين نتكلم عليه يا محمد. يعني شوف الجميل دايما، وانا دايما بقول لجماهير النادي الاهلي وبقول لاولاد النادي الاهلي، ما فيش حاجه اسمها النادي الاهلي بيلعب لوحده، النادي الاهلي ده بيلعب باسم مصر، النادي الاهلي الدوله المصريه بالكامل بتسانده. وفي حاجات ما ينفعش نفضل نتكلم فيها، لكن لا، في اتصالات قويه جدا من قبل الخارجيه المصريه تحت مظله وزير الخارجيه، في اتصالات على اعلى مستوى للحفاظ على تامين البعثه المصريه. احنا ما بنقدرش يعني نقول يبقى في قلق للناس، ولكن مصر والدولة المصرية بالكامل بتساند النادي الأهلي، النادي الأهلي بيحترم الأسلوب اللي بنتحرك فيه كلنا كدولة وكنادي أهلي، عارف يعني ايه معنى الوطنية كويس قوي. وأديك أنت شايف النهارده رئيس الاتحاد يعني المهندس هاني بوريدة يعني وصل النهارده، وأنا سعدت بيه جدا جدا جدا. وبكره في المفروض إن شاء الله بإذن الله على الطيارة اللي جاية سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وأنا برضو سعدت جدا بالخبر دوت. فأنا عايز أطمن الجمهور المصري، لا، الدولة المصرية عارفة قيمة النادي الأهلي كويس جدا، بتساند النادي الأهلي كويس جدا، بتساعد النادي الأهلي، والنادي الأهلي برضو بيقدر هذا الكلام وبيتحرك بدوره الوطني بشكل كويس دون خروج عن النص، دون إزعاج، دون دوشة. انت بتستقبل وبتسمع وبتتحرك بالشكل اللائق اللي بيليق بالنادي الاهلي، اللي انتوا في يوم من الايام هتعرفوا وتقدروا هذا الموضوع. يمكن انت شفت قبل ماتش البرج العرب برضه نفس القصه، عشان التذاكر والسوشيال ميديا، وفي الاخر خالص الناس شكرت على التنظيم، والناس قالت الحمد لله رب العالمين، في ناس تعبت عشان خاطر جمهورها. النهارده استحاله، لازم يطمنوا ويبقوا عارفين كويس قوي، مفيش مسؤول في مصر، فيش مسؤول في النادي الاهلي هيشوف واحد نام في الشارع عشان يحصل على تذكره غير ما يكون مقدر الكلام ده كويس جدا جدا جدا. عشان كده كل الناس بتتحرك بس من غير دوشه، بهدوء، وده الاهم بالنسبه لنا كلنا. الهدوء مهم جدا جدا جدا، وخصوصا في الاوقات اللي زي دي، وخصوصا في المباراه النهائيه اللي زي دي. لو باخد رساله اخيره منك يا محمد بيه للجانب الامني، طبعا زي ما قلنا الرهان كبير يوم المباراه، بما انك طبعا مدير تنفيذي النادي الاهلي والمسؤول الامني ايضا كمان عن بعثه فريق للنادي الاهلي، ورساله لجمهور النادي الاهلي رغم قله العدد لكن هنحس بيهم ويكونوا متواجدين ويبقى لهم تاثير كبير جدا. ابدا بالرساله للجانب الامني، ممكن محمد بيه يقول ايه؟ لا، الجانب الامني التونسي هنا، لا، الجانب الامني التونسي انا شايف يعني ما اقول لك لغايه وقتنا هذا الناس بصراحه ربنا دايما فرض الامن او بيتفرض الامن دايما مظلوم، لان هو ما بيقدرش يرضي الاطراف، ودايما بيوافق يعني بيحقق السلامه للناس. هو طبعا الاندفاع والحماسه والقصه دي كلها بتبقى مضايقه الناس لما انت بتقول لهم يلتزموا. لا، هو الامن ليه دور، اللي انت شجع اعمل اللي انت عايزه بس ما تخرجش عن النص، حافظ على سلامتك وحافظ على سلامه ضيفك اللي موجود. نفس القصه انا بقول لجماهير النادي الاهلي اللي موجوده هنا، سلامتكم اهم من اي حاجه، شجع فرقتك، ما يعني حتى لو تعرضت لي اي خروج عن النص ارجوك زي ما احنا كلنا ملتزمين احنا نبقى جنبكم ومعاكم. انا طالع النهارده عشان خاطر كده بس، ان شاء الله باذن الله معاكم.
فباذن الله هتلاقونا جنبكم وموجودين بنشجع النادي الاهلي، وان شاء الله نحتفل مع بعض كلنا باذن الله. ان شاء الله جدا محمد بيه، باذن الله ان شاء الله نحتفل بالبطوله التاسعه، تدخل دولاب بثلاثه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك ان شاء الله. بنشكر اكيد طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ايضا كمان اللي بيقوم بدور كبير جدا بجانب مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه، الامور تكون تحت السيطره بالنسبه للجانب الامني، دخول الجماهير التونسيه جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون متواجد سهوله ويسور، ان شاء الله يكون في الدخول والخروج باذن الله. ثقتنا لن ولن تهتز ان شاء الله في الجهاز الفني وفريق النادي الاهلي باذن الله. البطوله التاسعه تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. اكيد كان لقاء هام جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي والمنسق الامني لبعثه الفريق في تونس، والراجل اتكلم بشكل واضح جدا عن العلاقات ما بين مصر وتونس وما بين الاهلاويه والترجويه بالتحديد. النادي الاهلي والترجي دايما العلاقات دايما تبقى ما بينهم كويسه جدا على مدار السنوات كلها السابقه، ومش اول مره او اخر مره هيكون مباراه ما بين الاهلي والترجي، دايما بيقابلوا بعض ان لم يكن كل سنه مره، يعني كل فتره بيبقى فيه مباريات ما بين الاهلي والترجي، فدايما العلاقات بتبقى قويه ومفيش اي حاجه هتعكر صفو العلاقات دايما ما بين مصر وتونس وما بين الاهلي والترجي بالتحديد، وده شيء مهم جدا من خلال كلام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اكيد بنشكره وبنشكر زميلنا العزيز كريم احمد اللي عامل مجهود اكثر من رائع هناك مع البعثه في تونس. طيب نخش في حلقتنا بقى سريعا، قبل بس ما نخش في الحلقه عايز اقول لكم السؤال الخاص بحلقه النهارده، وايه هو توقعكم لنتيجه مباراه الغد ان شاء الله ما بين الاهلي والترجي. يا رب ان شاء الله يكون النصر للنادي الاهلي. والجزء الثاني من حلقه النهارده هيكون معانا الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي للحديث بشكل مفصل جدا على مباراه الاهلي والترجي. طبعا احنا مستنيين ردود افعالكم على سؤال الحلقه من خلال صفحات قناه النادي الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا سواء فيسبوك وتويتر وانستجرام. فبالتالي طبعا اكيد مباراه غايه في الاهميه، وكل افريقيا وكل العالم بنسبه كبيره طبعا بيتابع هذه المباراه عشان اللي هيكسب هيتاهل لكاس العالم للانديه، ان شاء الله اللي يكسب يكون النادي الاهلي. نخش في اهم عناوين حلقه النهارده. الاهلي يختتم استعداداته لنهائي دوري ابطال افريقيا. يوسف الاهلي جاهز للتتويج باللقب القاري ان شاء الله. طبيب الاهلي يؤكد جاهزيه محارب لمواجهه الترجي التونسي. مؤتمر صحفي الكارتيرون ومحاضره بالفيديو للاعبين. كاف يمنح جماهير الاهلي مدرجا في ملعب رادس. السفاره المصريه تنسق مع الاهلي لتامين الجماهير. رئيس الاتحاد التونسي حماية الأهلي مقدسة. يعني زي ما شفنا كده اهم العناوين لحلقه النهارده، هي خاصه كلها بمباراه الاهلي والترجي زي ما اتكلمنا، والحديث سواء على الناحيه الامنيه على استعدادات الفريقين على المحاضرات الفنيه اللي اكيد هتكون مهمه جدا كمان من قبل الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارترون، ومعاه طبعا الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره واخر راجل او اخر مدرب قدر ان هو يجيب للنادي الاهلي هذه البطوله في 2013. ان شاء الله كمان السنه دي يقدر مع مستر باتريس كارترون وبقيه الجهاز المعاون ان هم يجيبوا هذا اللقب الغالي جدا. نشوف اهم العناوين اللي كتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده. الاهرام اليوم الاهلي يخوض مرانه الاخير في رادس استعدادا لمواجهه الترجي غدا في نهائي افريقيا. كارترون يكلف وليد ومحارب وصلاح بمهام خاصه وحيره بسبب ناصر ماهر وحمودي. الأهرام الخطيب للاعبيه الفوز باللقب القاري حلم الجماهير الحمراء، العبوا لتدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. اليوم السابع
الوصايا السبع من خطيب للفوز باللقب. رئيس الأهلي يعقد جلسة مع اللاعبين ويطالب الجميع بالالتزام داخل وخارج الملعب. الأهرام، رسالة كارتيرون لجماهير الأهلي: لن ندافع ونسينا مباراة الذهاب، سنعوض غياب أزارو وبديل فتحي لاعب دولي. الأخبار، نجوم الأهلي على قلب رجل واحد في جمعة التتويج، كارتيرون يحذر من الترجي ومهام خاصة للحاوي وإعداد نفسي لمروان وصلاح. مجلة الأهلي، إن شاء الله هنكسب، كارتيرون نعدكم بالقتال والعودة بالكاس. الجمهورية، الأميرة السمراء تغازل الأهلي، التسعة في اليوم التاسع. الجمهورية، ممنوع الاقتراب من الفريق في تونس، كارتيرون يشحن والفيديو يحسن. الجمهورية، بعد تأهل الرباعي ريال مدريد والعين وبطلي نيوزيلندا والمكسيك، مونديال الأندية ينادي الأهلي يا رب. مجلة الأهلي، 9 مساء الجمعة، ملعب المجد الأحمر في رادس، وإن شاء الله هنكسب. 3 ساعات، كلمة سر التتويج، الأهلي يتحدى الترجي في نهائي الحلم الأفريقي. المساء، كارتيرون بنبرة ثقة، الأهلي يعود بكأس أفريقيا من رادس. مواجهة الغد لها حسابات فنية خاصة، البدلاء جاهزون وشكرا للجماهير. في الأخبار المسائي، الأهلي نويها، الفريق يتدرب على الملعب الرئيسي وكارتيرون يستقر على التشكيل. الأهرام المسائي، الأهلي اختفى، كارتيرون يبعد أعين الترجي عن المران وتحذيرات اللاعبين من الكلام وحضور التدريب بجواز السفر والجماهير في المدرجات أفريقيا أبطال. الشروق، تغيير وحيد على تشكيل الأهلي أمام ترجي في نهائي أفريقيا، محمد يوسف وسكون في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب ولن نعتمد على نتيجة الذهاب، كارتيرون للاعبين الكرة لا تعترف بالتاريخ، نبيل حبشي نسعى لتوفير أجواء هادئة للفريق وتأمين كامل للبعثة والجماهير، وأحمد أحمد يحضر مباراة الغد. المصور الرياضي، الأهلي والترجي أشقاء، عرس عربي للأميرة الأفريقية. اليوم السابع، الأهلي يرسم خطة خطف الأميرة الأفريقية من الترجي الليلة، خلاف حول مشاركة صلاح أو مروان محسن ومطالب بتأمين الوسط بثلاث لاعبين، والأحمر يتدرب في حراسة الشرطة. الوطن، كارتيرون يستقر على 11 مقاتلا لمواجهة الأهلي والترجي غدا، الفريق يختتم تدريباته على ملعب رادس، المدير الفني يجهز هاني ومحسن والخطيب يحفز اللاعبين معنويا. الفجر، كارتيرون يهاجم الترجي في عكر دارو، كوماندوز الأهلي يتحدى جحيم رادس. طبعا زي ما شفنا كده عناوين الاهلي في الصحف النهارده، والاهتمام خلاص كبير جدا على المباراه، لان خلاص كمان 24 ساعه تبقى مباراه الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. عايز ابتدي بالاهرام، واللي كان بيتكلم ان الفريق خلاص هيخوض مرانه الاخير النهارده على ملعب رادس الرئيسي، زي ما احنا عارفين اليومين اللي فاتوا عقب وصول الفريق لتونس اتمرن على الملعب الفرعي، كان المقرر ان هو يتمرن على ملعب الجامعه التونسيه، لكن في الاخر تم الاستقرار على التدريب في الملعب الفرعي لاستاد رادس، واللي هو هيستضيف طبعا مباراه الغد. كمان اكيد كانت التدريبات مهمه. خليني اقول لكم كمان الكارتيرون من خلال طبعا الاهرام بيقولوا انه يكلف وليد سليمان واسلام محارب وصلاح محسن بمهام خاصه، وان في حيره شويه ما بين ناصر ماهر وحمودي، يعني كلها طبعا اجتهادات وكله بيحاول ان هو يجتهد في التشكيل بالتحديد. يعني اعتقد لسه الامور دي هتحسم، من الوارد جدا يكون في اي مفاجات من قبل مستر باتريس كارتيرون في مباريات زي دي، مباريات اكيد بيبقى ليها سيناريو خاص وليها فكر معين من قبل المدير الفني، فبالتالي يعني التوقع هيبقى صعب شويه بالنسبه للتشكيل، خصوصا يعني الناس كلها عارفه يعني مين ممكن يبتدي هذه المباراه، لكن تبقى المفاجات وارده في هذه المباراه. طبعا المفاجات مش هتبقى كبيره او يعني تغيير عدد كبير من العناصر، لا طبعا، لكن يعني في الحدود ممكن تكون مفاجآت كمان تكتيكية أكتر منها في تغيير اللاعبين.
طيب من ضمن الاخبار المهمه جدا واليوم السابع قالت ان في عدد من الوصايا كابتن محمود الخطيب قالها للاعبي النادي الاهلي خلال اجتماعه بيهم، وده اكيد خبر مهم جدا. خليني اقول لكم ان كابتن محمود الخطيب عقب انتهاء المباراه الاولى في برج العرب بفوز النادي الاهلي 3-1 اول مران للفريق على طول، يعني المباراه كانت يوم الجمعه، اول مران كان يوم الاحد. قبل المباراه قبل المران مباشره كان في اجتماع من كابتن محمود الخطيب مع كل اللاعبين بما فيهم اللاعبين اللي مش مقيدين في القائمه الافريقيه ولا حتى القائمه المحليه، يعني كلهم كانوا متواجدين في الاجتماع ده. وكان كابتن محمود الخطيب كلامه واضح جدا على طبعا شكره وتقديره عن المباراه الاولى، لكن قال ان لسه المشوار ما خلص ولسه احنا مستنيين اللقب نجيبه من تونس ان شاء الله، فمنتظر منكم المزيد. ده كلام كابتن محمود الخطيب في اجتماعه مع اللاعبين في اول مران بعد المباراه الاولى في برج العرب. لكن كان في كلام اخر وهو كلام هام جدا خلال طبعا التواجد في تونس، وكابتن محمود الخطيب يعني قال سبع وصايا كده للاعبين. اول حاجه الهدوء، كابتن محمود الخطيب بطلب منهم ان لازم نكون هادين، ما يكونش في توتر، وده اكيد شيء معروف عن لاعبي النادي الاهلي وعندهم اكيد خبرات كبيره جدا باهميه الهدوء في هذه المباريات الهامه والمصيريه لا سيما وهي مباراه النهائي الافريقي، والتتويج ان شاء الله هيكون ضروري بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، فطلب منهم الهدوء وعدم الانفعال خلال المباراه، وقال ان الهدوء ده هيقودهم بشكل كبير جدا لتحقيق المطلوب وهو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. رقم اثنين، طلب منهم التركيز، اكيد لازم هيكون في تركيز من لعيبه النادي الاهلي وخصوصا ان هم خلاص مدركين جدا مدى اهميه المرحله اللي هم فيها، اخر مرحله في بطوله دوري ابطال افريقيا، مهم جدا ان اللاعبين يكونوا مركزين بنسبه 1000000% مش 100%، لازم تبقى مركز ولازم تبقى عارف هدفك من المباراه ايه وما تنجرش لاي امور محيطه بالمباراه، ولاعيبه النادي الاهلي ايضا عندهم الخبره الكافيه بهذه الجزئيه. رقم ثلاثه والطلب الثالث من كابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي وهو خاص بالهدف المبكر، قال يعني يا ريت ان احنا نجيب هدف مبكر هيريح الامور شويه خصوصا ان احنا استقبلنا هدف للاسف في مصر هنا، النتيجه طبعا خلصت 3-1 ما كناش نتمنى اكيد الهدف ده، لكن انتهت المباراه بهذه النتيجه، بالتالي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي بقدر المستطاع ان هم يقدروا يحرزوا هدف يريحهم شويه في المباراه، وخصوصا ان شاء الله باذن الله لو ربنا كرمنا كده وجبنا هدف فهتكون الامور اتسهلت نسبيا، لان الترجي ساعتها هيكون محتاج 3 أهداف عشان يتعادل مع النادي الاهلي و4 أهداف عشان يكسب البطوله، اعتقد دي هتبقى صعبه شويه النادي الاهلي يجي في هذا الكم من الاهداف، لكن ان شاء الله الهدف المبكر ده رقم 3 من ضمن الطلبات اللي قالها او من ضمن الرسائل اللي قالها الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي. الرسالة رقم 4 والطلب الرابع من كابتن محمود الخطيب هو تجنب الاستفزازات، وارد جدا يكون في استفزازات ما بين اللاعبين، يعني ده ما يقللش طبعا من الاحترام و يعني احترامي كبير لكل لاعبين الترجي بشكل عام، لكن ده وارد، نرفزة ملعب في المباراة، أي مباراة عامة بتبقى ممكن يكون فيها استفزازات من خلال بعض الكلمات ما بين اللعيبة، كلام من ده، كابتن محمود الخطيب طالب اللاعبين بعدم الالتفات لهذه الاستفزازات في حال تواجدها طبعا في أرضية الملعب، وقال يكون التركيز كله على كيفية الفوز بمجموع المباراتين بشكل عام وبهذه المباراة عشان نتوج باللقب إن شاء الله. كمان جزئية مهمة جدا الرسالة 5 وهي خاصة بعدم الاعتراض على التحكيم، واحنا عارفين يعني الكلام دايما بيكون على التحكيم، يعني احنا شفنا المباراة الأولى كان الأسلوب الخاص بمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي ان هو من أول دقيقة ان هو بيعترض دايما على الحكام بيحاول يعمل ضغط عليهم، ودي مدرسة يعني في ناس بتعمل كده عادي جدا، لكن كابتن محمود الخطيب طلب من لعيبه النادي الاهلي عدم الاعتراض على التحكيم ونخلي التركيز كله في ادائنا في الملعب ونسيب موضوع التحكيم ده للاخر، والتوفيق ان شاء الله يكون حليفنا طبعا من المولى عز وجل. كمان تجاهل انتقادات الجماهير التونسيه، وده اللي حذر بيه كابتن محمود الخطيب لاعبي النادي الاهلي من الانفعال مع صخب الجماهير التونسيه المتوقع في المباراه، وده شيء طبيعي جدا، انت بتلعب مباراه خارج ارضك وقدام فريق كبير جدا زي فريق الترجي التونسي وعنده جماهير كبيره وعظيمه اكيد جمهور الترجي التونسي، فبالتالي هيكون في ممكن بعض الكلمات بعض الامور كلها اشياء متعود عليها النادي الاهلي، طبيعي النادي الاهلي محقق 8 دوري ابطال افريقيا ووصل نهائي مرتين كمان خسرهم او 3 مرات اعتقد مرتين يعني، وبالتالي لعيبه النادي الاهلي النادي الاهلي بشكل عام عنده خبرات كبيره في كيفيه التعامل مع هذه الامور. الرسالة الأخيرة والمهمة جدا وهي فرحة الجماهير الأهلاوية، وده اللي طلبه كابتن محمود الخطيب من لاعبي النادي الأهلي، إن ضروري جدا إن شاء الله إن احنا نفرح جمهور النادي الأهلي اللي منتظر هذا اللقب بفارغ الصبر، وده أكيد ده شيء مهم جدا علشان يعني جمهور النادي الأهلي متعطش بشكل كبير جدا لهذا اللقب وهذه البطولة اللي بتؤهل مباشرة لكأس العالم للأندية،
وده اللي مطلوب طبعا واللي طلبه كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه هناك في تونس. على فكره تواجده مع الفريق هناك في تونس ده شيء مهم جدا، الراجل اكيد بيدي تحفيز مختلف لانه رئيس النادي، وخصوصا لما يكون رئيس النادي كابتن محمود الخطيب اسطوره الكره في مصر والنادي الاهلي، فبالتالي اكيد كان اجتماع او جلسه من ضمن عده الجلسات اللي كانت مع الكابتن محمود الخطيب مؤخرا ما بينه وما بين اللاعبين، وان شاء الله تاتي بثمارها ويقدر النادي الاهلي يتوج بهذا اللقب الافريقي التاسع. طيب نروح نشوف اهم عناوين النادي الاهلي في المواقع ونكمل مع بعض. يلا بوابة الأهرام، الليلة الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترجي في نهائي أبطال، تخلف عن العودة مع طاولة الأهلي لحضور مباراة الترجي. سوبر كورة، كارتيرون يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو بعد المران الأخير استعدادا للترجي. الشروق، طبيب الاهلي يوضح موقف محارب من اللحاق بالنهائي الافريقي. فيتو، كارتيرون يجهز كلوبالي للتسجيل في الترجي يا رب. الفجر، حسام عاشور اتت الرياح بما لا تشتهي السفن امام الترجي. الوفد، محمد يوسف الاهلي جاهز لمواجهه الترجي في رادس. 1-3، الأهلي يحدد بديل وليد أزارو أمام الترجي. البوابة نيوز، كاف يخصص مدرجا لجماهير الأهلي أمام الترجي. في الجول، تنسيق بين السفارة المصرية والأهلي مع الجهات المعنية لتأمين الجماهير بالنهائي الأفريقي. اليوم السابع، الشرطة التونسية تكثف من جهودها لتأمين الأهلي قبل مواجهة الترجي. الوطن سبورت، رئيس الاتحاد التونسي حماية الأهلي مقدسة والحكم الجزائري تم إيقافه. فيتو، طاقم تحكيم نهائي إفريقيا يصل تونس لإدارة لقاء الأهلي والترجي. الشروق التونسية، إياب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا، انطلاق عملية بيع التذاكر بشبابيك ملعب المنزة. الصباح نيوز، بعد ساعة ونصف من انطلاقها توقف عملية بيع تذاكر نهائي الترجي والأهلي وهذه الأسباب. موقع فوت 24، السوق السوداء تفتك من الجماهير الوفية تذاكرها. الصريح، لاعبو الترجي يتوعدون الأهلي، سننتقم كرويا. موقع الهداف، العراف محسن العيفة يتكهن بصاحب اللقب الأفريقي. موقع الرسمي للنادي الأهلي، عبد الدايم يقود مران الغائبين عن رحلة تونس. موقع الرسمي للنادي الأهلي، هشام محمد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي. موقع الرسمي للنادي الأهلي، فتحي ونجيب يحصلان على راحة سلبية من التدريبات. موقع الرسمي للأهلي، أجاييه يسافر إلى نيجيريا لمدة أسبوع. طيب دي كانت بعض العناوين الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي سواء في المواقع المصرية أو التونسية بتحديد. خلاص الاهتمام، كل الناس خلاص مستنية هذه المباراة بفارغ الصبر. طيب بوابة الأخبار قالت إن الفيفا بيحذر الأهلي قبل موقعة الترجي، والفيفا يعني خلال طبعا رؤية تحليلية للمباراة كانت بتتكلم عن النادي الأهلي وإن هو عليه إن هو يكون حذر، خصوصا إن النتيجة 3-1 مش مطمئنة بشكل كبير جدا. قالت النادي الأهلي عنده أفضلية نسبة في الخبرات، وخصوصا انه بيمتلك لاعب زي حسام عاشور لعب 400 مباراه مع النادي الاهلي خلال مسيرته، فبالتالي النادي الاهلي عنده خبرات كبيره، لكن بتحذر النادي الاهلي من صعوبه اللقاء خصوصا في ظل تواجد الاجواء الرهيبه في ملعب الترجي التونسي وجمهور الترجي. فدي طبعا كانت بعض الاخبار او خبر خاص بالفيفا بشكل عام. خليني اقول لكم كمان، اليوم السابع قالت ان طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي يتخلف عن العوده مع بعثه تنس الطاوله،
وخصوصا ان هو كان الراجل بيرأس بعثة النادي الاهلي لتنس الطاولة في تونس، وبالتالي هم خلصوا راجعين خلاص على مصر. الراجل هيكمل عشان يعزر النادي الاهلي في النهائي الافريقي امام الترجي. خبر كمان من سوبر كورة، كارتيرون يحاضر لاعبي الاهلي بالفيديو بعد المران الاخير استعدادا للترجي. زي ما احنا عارفين النهارده المران هيكون المران الاخير للنادي الاهلي في اطار استعداداته لمباراه الترجي غدا ان شاء الله. المران هيكون في تمام الساعه 9 مساء. قبليه على فكره هيكون في مؤتمر صحفي لكارتيرون وحسام عاشور كابتن النادي الاهلي. بعد المران مباشره الفريق هيروح على الاوتيل وهيكون عندهم محاضره مهمه جدا هيتم الحديث فيها بشكل مفصل عن المباراه وبعض النقاط اللي هيركز عليها مستر باتريس كارتيرون مع اللاعبين، وده اكيد هيكون شيء مهم ومحاضره هامه جدا من قبل الجهاز الفني للاعبين. طيب من ضمن الاخبار ايضا، والشروق قالت ان طبيب النادي الاهلي دكتور خالد محمود بيطمن الناس على موقف او بيوضح موقف محارب من الحق في النهائي. خلينا اقول لكم التفصيله بتاعت محارب شويه. امبارح اسلام محارب اتعرض لكدمه يعني كدمه مش قويه قوي في الركبه خلال التدريبات، يعني تم علاجه سريعا في ارضيه الملعب، لكن خلاص تم الاطمئنان بشكل نهائي على طبعا تواجد محارب في النهائي الافريقي، وان شاء الله باذن الله يكون موفق مع بقيه زمايله في هذه المباراه. طيب نروح لجريده الفجر، ولقيت ان حسام عاشور كان ليه تصريح طبعا للموقع الرسمي للفيفا، وقال ان احنا يعني الرياح اتت بما لا تشتهي السفن، وانه هو كان بيتمنى ان النادي الاهلي ما استقبلش اهداف خالص في مباراه الترجي الاولى في برج العرب، لكن قال ده خلاص اصبح امر واقع وده اللي حصل خلال المباراه. عندنا لسه 90 دقيقه اخرى مركزين فيها بشكل كبير جدا، عارفين مدى اهميه هذا اللقب لجمهور النادي الاهلي. ده طبعا على حسب تصريحات حسام عاشور كابتن النادي الاهلي واحد النجوم الكبار والتاريخيين. وبالمناسبه بعد ما يعتزل عمره ما حد هينسى لعيب كبير جدا زي حسام عاشور، عنده العديد والعديد من الالقاب مع النادي الاهلي، فبالتالي اكيد كانت تصريحات مهمه جدا من حسام عاشور. وان 3 اتكلمت عن بديل ازارو وان الاهلي حدد البديل، يعني هو خلاص احنا عارفين يا اما مروان محسن يا اما صلاح محسن. المعلومات اللي جايه لنا من هناك ان الاقرب نسبيا ان هو يشارك على حساب وليد ازارو الموقوف هيكون مروان نسبيا، يعني هو اقرب من صلاح محسن نسبيا علشان يعني خبرات الافريقيه عنده اكتر شويه من صلاح محسن. مروان لعب طبعا مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه السنه اللي فاتت، لعب مع النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، عنده خبرات دوليه مع المنتخب المصري في التصفيات المؤهله للامم الافريقيه مؤخرا، فاكيد اي واحد هيشارك منهم يا جماعه كلنا بنسنده وكلنا بنتمنى ليه التوفيق ان شاء الله ان هو يساعد الفريق في اضافه اللقب السابع التاسع عفوا اللقب التاسع في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا. البوابه نيوز قالت ان الكاف بيخصص مدرجا كاملا لجماهير الاهلي امام الترجي، وده زي ما حصل هنا في مصر في استاد برج العرب، كان في مدرج كامل لجمهور الترجي التونسي. الدخول بيبقى بالباسبور وتذكره بتبقى مجانيه، يعني لازم يخشوا بيها طبعا طبقا للاجراءات الخاصه بالكاف. نفس الامور هتبقى بالنسبه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في ملعب رادس. بالمناسبه عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي مسافر يا جماعه، يعني من المرات القليله اللي انا اشوف فيها او احس فيها ان الناس كلها عايزه تروح تحضر مباراة مهمة زي دي، فبالتالي يعني دعوات كل المصريين، دعوات كل الأهلاوية إن شاء الله، سواء اللي هيكونوا متواجدين في استاد رادس عدد هيكون حلو قوي إن شاء الله يأزروا الفريق، أو المصريين بشكل عام اللي هيتابعوا هذا اللقاء من خلال التلفزيون. إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق إن شاء الله في هذه المباراة ويرجعوا لنا بالكاس إن شاء الله من رادس. في الجول قالت إن في تنسيق بين السفارة المصرية والأهلي مع الجهات المعنية لتأمين الجماهير بالنهائي الأفريقي. إحنا كلنا ثقة في الأمن التونسي على فكرة، يعني ده كمان اللي وضحه العميد محمد مرجان خلال اللقاء اللي شفناه من شويه، والراجل قال ان في ثقه كبيره جدا في الامن التونسي. الناس اكيد مدركين جدا مدى اهميه التامين هذه المباراه، لان هي صوره بتنعكس دايما او بشكل عام عن البلد اللي بتستضيف المباراه. لازم يكون في شكل كويس وشكل حضاري، وده اللي متعودين عليه من كل الدول العربيه بشكل عام يا جماعه، ومن تونس كمان ان شاء الله، والامور كلها ان شاء الله تساعد النادي الاهلي بالفوز بهذا اللقب الهام. طيب الصباح نيوز وده موقع تونسي قال بعد ساعة ونص من انطلاق التذاكر، التذاكر يمكن كانت نزلت خلاص في الأسواق بالتحديد عند منفذ بيع عند استاد المنزة في تونس، استاد في العاصمة التونسية. فبالتالي أول ما نزلت التذاكر ساعة ساعة ونص التذاكر كلها خلصت. ده يدل على إيه؟ يدل إن جمهور الترجي متحمس هو كمان لحضور المباراة رغم إن النتيجة 3-1، لكن عندهم آمال كبيرة جدا لفوز الترجي على النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله ده ما يحصلش، إن شاء الله يكون النادي الأهلي هو الموفق. في جزئية أخيرة هعلق عليها وهي خاصة بموقع الصريح واللي قالوا إن لاعبو الترجي يتوعدون الأهلي سننتقم كرويا. حقك كرويا مفيش مشكلة،
كرويا في الملعب، الفنيات او اللي هيكون موفق اللي هيأدي بشكل جيد هو اللي هيفوز باللقب. اه عايزين تنتقموا كرويا مفيش مشكله، لكن اي اجواء اخرى خارج الملعب اكيد ما نتمنهاش ان شاء الله. طيب موقع الهداف قال العراف، العراف محسن اللعيفه يتكهن بصاحب اللقب الافريقي. خلينا نقول لكم هو تكهن قال ايه، قال ان الترجي هيكسب، بس ما قالش، قال يعني ما قالش ان الفوز بتاعه في مباراه الغد ده هيخليه ياخد البطوله ولا لا يعني. فايا كان الامور هتبقى ماشيه ازاي، نتمنى ان شاء الله ان الاهلي هو اللي يكون متوج بهذا اللقب، ودي كلها امور يعني تبقى حوالين المباريات المهمه زي ما احنا عارفين يعني. طيب نروح نشوف اهم الاخبار على السوشيال ميديا. البداية مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر اللي نشرت فيديو عن بطولات دوري أبطال أفريقيا الثمانية اللي حصل عليهم الأهلي، وكتبت خطوة واحدة تفصلنا عن التتويج، خطوة واحدة وتعود الكأس إلى مستقرها ومستودعها، خطوة واحدة وتحقق البطولة وتتحقق البطولة التاسعة، نثق بكم يا رجال. تعالوا نروح نشوف الفيديو. الذي امام جاء بطوله التي سيحتفظ فيها النادي الاهلي للابد. مرتده تصوير وجول، جول الاهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوته، فريق يعني الان يتجاوز ان يكون فريق كبير، تكون على فرق كبيره، لا هذا فريق اسطوري بالفعل، هو من خانه الفرق الاسطوريه بالقابه بامجاده بانجازاته بامتيازاته، بدات بعنوان من يومه من تاريخه في ساعات الاختلاف، الاهلي يجمع المصريين وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الاهلي يرسم بسمه ويرسم دمعه، دمعه فرح في عيون. اهداف كبيره اكيد في النهايات كلها شفناها، ما حدش يقدر ينساها من الاهلاويه يعني بالتحديد، وخصوصا هدف ابو تريكه في الصفاقس يعني، الهدف ده ما حدش يقدر ينساه بكل تاكيد يعني. طيب نكمل اخبارنا على السوشيال ميديا، ونكمل مع احمد الشيخ لاعب الاهلي اللي نشر صوره على انستغرام من المطار وهو مسافر تونس لدعم زملائه في الفريق في ماتش الترجي، وكتب افريقيا يا اهلي. نشرت صفحة يلا كورة على تويتر صورة لآخر تتويج للنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتبت صباح الخير، آخر تتويج مصري لدوري أبطال أفريقيا، نتمنى تكرار المشهد غدا يا رب إن شاء الله. نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لمشجعين الأهلي اللي كانوا حريصين إنهم يحضروا تمرين الفريق امبارح لمساندة اللعيبة قبل الماتش، وكتب الفنان نبيل الحلفاوي على صفحته على تويتر من ضمن مزايا البطوله هذه المره ان كاس العالم للانديه ستكون في الامارات، يعني مدرجات هتكون كاننا بنلعب هنا يا رب ان شاء الله. لسه متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ سامي منورنا ومشرفنا. اهلا بيك استاذ. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ان شاء الله كل خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا يعني عايزين نتكلم عن المباراه، مباراه اكيد مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفوز في المباراه الاولى بنتيجه 3-1 في برج العرب، كيف ترى او كيف تنظر لمباراه الاياب؟ حقيقة يعني بداية كده يعني اخش في الموضوع على طول واقول لك ان انا متفائل الى حد كبير. لعيبة الاهلي عندها ذخيرة من الخبرات. تمام. وعندها هدفين يعني ده حسابيا كويس قوي يعني. فانا متفائل الى حد كبير جدا ان لعيبة الاهلي اتمرست على استاد رادس وعارفة ان هو يعني مش هقول ان وشه حلو على الاهلي ولا حاجة، لا. عارفين الجمهور التونسي، علاقتنا كرويه بالجماهير التونسيه طويله جدا والخبرات متبادله بين الاثنين، فما فيش يعني انا شفت ملامح القلق كده في كل التقارير الصحفيه اللي وارده لنا من تونس، وحتى محمد بيه مرجان في تقريره الامني يعني في شويه قلق شويه. اللقاء اللي شفته مع كابتن الخطيب ومسؤولين النادي التونسي في برضه الوجوه كده فيها شويه صلابه. لا انا متاكد ان الماتش هيبقى كويس،
جمهور تونس عنده حماسة عالية، إنما إحنا عندنا خبرات أنا براهن عليها إن شاء الله الأهلي يقدر يتماسك في الشوط الأولاني على الأقل يعني، وهنرجع بالكأس إن شاء الله. موضوع التفاؤل شوية بملعب رادس، إحنا بقالنا مباريات كتيرة يعني، إحنا تقريبا لعبنا مباريات كتير في ملعب رادس ما خسرناش غير مرتين زمان يعني، لكن موضوع التفاؤل بالقصه دي شايف ان هو في محله في توقيت؟ لا انا مش مع القصه دي تحديدا يعني، انا بتفائل بامكانيات النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وزخم الخبرات الموجوده في صفوفه. صحيح يعني الفرقه اتغير شكلها كتير عن السابق، مثلا عن اخر بطوله 2013 بالضبط اتغير شكلها كتير، وانما اللي فيه نقل حلو ومتين للخبرات والروح دي، روح النادي الاهلي اللي هي عارفه اللعيبه دي عارفه ان الجماهير ما بتقبلش الا بالفوز، في ده جهد مهم قوي وده نقطه مهمه جدا مع مدرب انا شايف ان هو ممتاز كارتيرون، وكابتن محمد يوسف عنده خبرات رخر مع البطولات الافريقيه عظيمه جدا. يعني في المقابل فرقه الترجي بعيده جدا عن البطوله الافريقيه من سنوات طويله يعني بالظبط، اخر مره فازوا بيها اعتقد شعباني ده اصلا مدرب مؤقت يعني في عوامل تفوق للاهلي كبيره جدا. وبكرر تاني بقول الهدفين دول مش قليلين في بطوله كبيره زي دي، محتاجين بس ان احنا بدل ما نركز على ونشغل نفسنا بالامن واللي هيحصل قبل المباراه وبعد المباراه واثناء المباراه، لا نركز في المستطيل الاخضر قوي على الاقل 45 دقيقه الاولانيين، ونقدر او يعني عندنا قدره ان احنا ندير الماتش زي ما احنا عايزين يعني. فرقه الاهلي تقدر تلعب بدون مدرب يعني، ف عارفين هم مطلوب منهم ايه، لازم بس الكوره تبقى يعني في رايي انا الشخصي، انا مش عايز اخش في ناحيه تحليليه، بس لازم يبقى اللعب في نص ملعب الخصم بقدر المستطاع، تخفيف التقهقر شويه ورا يعني، ما فيش تقهقر خالص. التقهقر بيعمل اخطاء طبعا، الاخطاء موجوده ومش عايزين نخبي على نفسنا ان في بعض دفوهات والعيوب في خط دفاع النادي الاهلي دي مش عيب يعني، دي بتحصل في اي فرقه، يجي ضعف هنا ضعف في الهجوم ضعف في الوسط وبتتعود، بس الظروف احيانا لما نلاقي واحد زي احمد فتحي بره من محمد نجيب بره دي خبرات مش موجوده بالزبط. وفي خط الدفاع انت مطالب ان انت تامن اكتر ما تهاجم في الماتش ده طبعاً. وتخطف هدف ان شاء الله زي اللي حصل في الصيف مع الكابتن في الماتش اللي فات دور قبل النهائي، ونجاح النجم يعني الذهبي وليد سليمان في تحقيق هدف يعني كان مهم جدا. اتمنى ان ده يحصل برضه، المهم اهم حاجه بس ما نخليش الثلث الهجومي ده يعني الثلث الدفاعي بتاع فرقه النادي الاهلي يكون اكثر تماسكا، واللعب يكون في نص ملعب الخصم او على الاقل في نص ملعب المباراه كلها عشان نخفف الضغط شويه. ده اللي اتصوره ان هو كارترون بيفكر في كده يعني. طب بمناسبه كارترون وحضرتك في بدايه كلامك اتكلمت عنه وشايف ان هو مدرب من وجهه نظرك ان هو مدرب كويس، هل حاجه تحسب له ان هو يعني بيستلم الفريق بعد ما كان خلاص قاب قوسين او ادنى ان هو يخرج من بطوله دوري ابطال افريقيا، يحقق اربع انتصارات متتاليه، يتصدر مجموعته، يتاهل لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا امام الترجي؟ طبعا يتحسب له، يتحسب له نتائجه في الدوري، يتحسب له يعني شكل كمان الفرقه اتغير كتير يعني طبعا يعني لازم نقول ان ده استلم من كابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري في وقت من الاوقات كان الفرقه بتاعته عاليه جدا طبعا، وحصل دروب في الموسم الاخير نتيجه اجهاد. مشكله كارترون ان هو استلم فرقه مجهده جدا يعني يعني ضاع منه اكثر من نجم في الفرقه نتيجه الاصابات والاجهاد، طبعا اجاييه نجيب يعني حتى ازارو اللي هو يعني انا يعني مش هيلعب الماتش ده، بس هو ازاره مره شويه يلعب وشويه ما يلعبش، علي معلول يعني كل دي عناصر كويسه، عناصر كويسه جدا ومهمه في فرقه النادي الاهلي. لما يعني لما كارترون يمشي بدون اغلب هذه العناصر من بدايه مشواره في بدايه الموسم حتى الان، ويعوض الكبوه اللي كانت موجوده في بدايه التصفيات بتاعه دوري المجموعات لبطوله افريقيا ويتصدر، ده شيء ممتاز جدا. واعتقد يا استاذ سامي ان هو ايضا
يعني رجع بعض اللاعبين المهمين جدا بقالهم فتره او يعني ما كانوش في مستواهم زي نيدو جابر واحمد حمودي ايا كان لو يعني. مستواه مش في الطب دلوقتي بس يعني برضه اللي هو دخله ما هو ده ذخيره الاهلي بقى بالظبط يعني انه انا كمدرب ما كنتش اقدر يعني احط اللعيبه اللي هي على الدكه دي تكون جاهزه بقدر كبير جدا لاي مهمه في اي وقت يبقى انا مدرب مش قد كده بالزبط. فالكارترون يعني اظهر لنا الحكايه دي بيغير شكل الفرقه شويه بشويه وفي ناس كثيره جدا كانت يعني تكاد تكون يعني هتنساها زي حمودي مثلا بالظبط حمودي كان خلاص يعني خلاص لحظاته يعني موجود اصلا الناس ما كانتش مقتنعه ان هو بقى لعيب في الاهلي فجاه لقى انه بيلعب وبيعمل صحيح يعني اللي بيغيب لحظات وبيظهر لحظات مهمه جدا وده برضه تكتيك بس برضو. اللحظات اللي بيظهر فيها بتبقى حاسمه يعني لها الجون ده تكتيك ان خلص الماتش يعني يعني اظهره برضه هو نوع يعني نوع معين من اللعيبه مطلوب في الملعب طبعا. حمودي نوع طبعا. معين برضه اخر طبعا حته يعني في كمان وليد سليمان ده يعني طلع كل اللي عنده في الفتره الاخيره دي صراحه وليد سليمان يعني بمساعد يعني طبعا بعد يعني نص ملعب فضي النادي الاهلي في فتره من الفترات وليد سليمان عوض المساله دي بشكل جميل جدا وايجابي جدا واصبح من نجوم النادي الاهلي لا غنى عنه في هذه المرحله فيعني كلها مقومات انا شايف ان الاهلي في طريقه للملقب باذن الله يعني وهيرجع منه لان الجمهور التونسي انا تعاشرت معاه يعني فترات اكثر من وراه في تونس سواء في رادس او في المنزه وبقول ان هو جمهور كروي جدا متحمس جدا لكن بيحترم الخصم لما الاقيه كعبه عالي بالظبط فالعب العب وادي وفي الاخر انت عندك 90 دقيقه وان شاء الله ما قلقش من تحكيم مش قلقان من التحكيم انا شخصيا مش قلقان من التحكيم ليه بقى اولا ده نهائي افريقيا تمام والماتش اللي كان هنا برضه كان نهائي افريقيا تمام بس النهائي اللي في رادس موجود فيه رئيس اتحاد افريقيا لكره القدم تمام احمد موجود فيه المجلس التنفيذي كله العيون بقت عليه قد كده لان طبعا في جدل كتير حصل ممكن اقول لحضرتك حاجه اتفضل يعني الجزئيه دي اسمح لي اختلف معاك فيها فضل. لان السنه اللي فاتت انا كنت موجود في مباراه الاهلي والوداد اللي هناك اللي كانت هي المباراه الحاسمه في فوز باللقب يعني كان موجود احمد وكان موجود اعضاء كتير من الكاف وكان موجود شخصيات مهمه جدا ومع ذلك كان في اخطاء تحكيميه رهيبه خلال هذه المباراه المباراه الاولى كمان اللي كانت في مصر الاهلي والوداد كان في اخطاء تحكيميه رهيبه رغم وجود برضو شخصيات يعني اعتقد دي مش هتبقى انا مش بقول دي نقطه حمايه انا عايز اقول ان لعيبه الاهلي لما ينتبهوا ان اهميه المباراه والناس الموجوده وبتاع ما ياخدوش في ان مساله التحكيم مساله تخوفهم او تقلقهم تمام بس ده اللي انا عايز اقوله حتى لو مش موجودين انا برضو يعني التحكيم اخطاء ورده انا يعني العب بقوه وثبات الثبات النفسي مهم مركز يعني مع التحكيم لا ما ركزش مع التحكيم خالص ولا مع الجمهور ويعني حته يعني دي ما ايه الفرق بين الاهلي وغيره الاهلي ما خبراته كلها يعني ما الاهلي لعب في كوتوكو في اشانتي بالظبط يعني طبعا ده كلام قديم يعني شويه يعني ولعب في رادس يعني وبيطلع بنتائج ايجابيه بيرجع باللقب وبيرجع باللقب فيعني ايه المشكله يعني انا يعني لازم الجيل ده صحيح الجيل ده ما خدش بطولات افريقيه كفايه في المستوى الفاينل عدد قليل على فكره خدوا السنه اللي فاتت برضه يعتبر شبه نفس القايمه يعني بالظبط السنه بس ما عندهمش الخبرات الكفايه يعني هي صحيح البطوله بتاعت السنه اللي فاتت الوداد والبطوله دي انما في حوالي عدة سنوات من 2013 يعني غاب فيها عدد كبير جدا من نجوم القدام فيعني انا ما بخافش لا من الجمهور ولا من التحكيم العب وبكون عندي ثبات نفسي جدا وهدفي واضح ان انا معايا هدفين اكيد كارترون بيعمل حساباته على الهدفين دول ولا طبعًا. يعني مش هيغامر اكيد طبعا يعني هو مش هيغامر بمباراه مفتوحه يخسر فيها كتير لان هو مش مطالب بحاجه يعني اذا ربنا وفق النادي الاهلي ان شاء الله بهدف في الشوط الاولاني الدنيا هتختلف خالص وهنقدم احلى نهائي يا رب ان شاء الله فانما ما تيسرش الوصول للهدف انا ما يجيش فيا جول ده نقطه مهمه جدا وما تحطش تحت ضغط يعني تحت ضغط انا ممكن اجيب في نفسي جول وحصلت يعني يعني حصلت من لعيبه الاهلي يعني الضغط بيورد اخطاء كبيره جدا فاحنا مش في غنى عن هذه الاخطاء فان شاء الله يعني انا لا احط في دماغي حكام ولا جمهور لفرقه منافسه يعني زي ما كان جمهور الاهلي موجود بقوه
في استاد برج العرب، اتوقع جمهور التونسي ورا في الايتو جد بقوه جدا. طبيعي. ايه اللي خرج من الجمهور الاهلي في الماتش برج العرب غير التشجيع المثالي الممتاز؟ واتوقع من يعني ده اللي هيحصل برضه في رادس، وان كان يعني ممكن برضه شويه قلق ما انتهبش ما فيش داعي احطها في دماغي ولا لا، حتى لو حصلت حتى لو حصلت ان شاء الله. طيب الفار مدى افادته من وجهه نظرك، يعني سواء في المباراه اللي فاتت او المباراه الجايه ان شاء الله؟ والله الفار ده انا اصلا انا شفته في كاس العالم. تمام. رزل يعني رزل رزل في رايي انا، يعني انا بحب الكوره بالباك اللي بيقلش بالغلطات التحكيميه والاخطاء التحكيميه والمهاجم اللي بيضيع فرص سهله والحارس المرمى اللي بيعمل مصايب، يعني دي كوره. فيعني اشمعنى الحكم اللي هحط على رقبته سكينه؟ فيعني ده رايي الشخصي برضه. طبعا هي تكنولوجيا جديده وانما هي ليها يعني مردودها السلبي، لان طبعا يعني النهارده بقف من دقيقه لدقيقتين عشان اروح اتفرج على الشاشه واحط الجمهور في قلق. رتم المباراه بيقتل السرعه والريتم والحلاوه والزه، وممكن برضه يبقى يعني الحكم مخطئ والفار مخطئ برضه يعني طبعا. يعني انما الخطا ده مقبول يعني يعني كوره بقى لها فوق القرن ونص بتتلعب يعني فالاخطاء موجوده والمتعه موجوده، ده رايي. انما طبعا هو سعي الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بالتالي اللي يكون فيه قدر اكبر من العداله. لكن كانت التجربه اظن كانت ان هي تبقى في بدايه البطوله الجايه افضل في بدايتها. نجحت نكمل، ما نجحتش ما نكملش. انما اجي في النهائي و يعني احط العقده في المنشار و اشوفها ان هي يعني اختيار توقيتها مش مناسب خالص، يعني توقيت بتاعها اختيار توقيت مش مناسب، لان مثلا ما حدث في برج العرب الجدل اللي حصل لو الصفاره بس هي الموجوده ما كانش حصل الجدل ده. ولو الصفاره بس مخطئ الحكم مش مخطئ وده وارد. انما طبعا هو الفار بيقلل من الاخطاء التحكيميه يعني نسبيا، مش بيراجعها بيراجعها بس يعني بيسحب المتعه من الملعب. فده ده رايي الشخصي. وان كنت يعني طبعا ده خلاص بقى واقع، بس كنت اتمنى انه يكون يبدا من البطوله الجايه مش النهائي، مش هذا النهائي يعني يبتدي مره واحده من بدايه البطوله. يعني وقيمه. خليني اقول لحضرتك ان برضه مع بدايه البطوله في ادوار ال 32 مثلا، خلينا نبتدي من بلاش الدور التمهيدي. في بلاد عندها امكانيات ضعيفه جدا، ما ينفعش ان انت تحاول تستخدم الفار فيها، فممكن يكون دي احد الاسباب يعني. لا هو الفار حسب ما انا عارف ان هو مجموعه اجهزه بتتنقل من الاتحاد الافريقي، اوكي بتتنقل من البلد دي للبلد دي حسب الاحتياج. في بلاد عندها مشاكل في البث وفي التلفزيون اساسا. ممكن بس طبعا ما خلاص يبقى لو انت عندك الامكانيه ان انت تطبقها يعني جنرال يعني خلاص يبقى انت كده جبت جون. يعني انما هتطبقها مره ومره لا. طب نفترض ان الاهلي بيلعب في بلد من البلاد اللي انت بتقول عليها دي النهائي. هتطبقها ازاي؟ صح. نفترض ان احنا هنلعب مع كل احترام الدول الافريقيه ان بلد امكانياتها ضعيفه جدا بس وصلت للنهائي. هو الموضوع بيبقى محتاج ملعب مناسب، ملعب مناسب وشروط كامله لازم تكون وبس موجودة. طبعا على مستوى طبعا. عالي جدا وغير مشوش يعني في التكنيكال بقى الفني التلفزيون ده مساله مش سهله. يعني انا اتصور ان هو كنت اتمنى انه يبقى في صفاره بس يعني. الاجواء المحيطه بالمباراه، مباراه العوده بالتحديد، الدوشه اللي شفناها والكلام الكتير كمان من جانب التونسي، والله دي يعني. شايف ان دي ممكن تاثر على المباراه من الناحيه الفنيه بالتحديد وبالتحديد كمان ممكن تاثر على النادي الاهلي ولا رؤيتك ليه كده؟ لا تاثر على المباراه بشكل عام. وانا بقول في بدايه كلامي ان اتمنى لعيبه الاهلي ما يحطوش في بالهم الكلام ده نهائي. ووجود مجلس اداره الاهلي كابتن خطيب وكل مجلس اداره الاهلي موجود هناك لهذا الهدف تحديدا. ومحاضرات اكيد كارترون ومحمد يوسف برضه في هذا الاطار. وانما طبعا في ضغط، في ضغط عام. مش هقول ضغط اعلامي ولا ضغط، لا هي الاجواء اتخلقت كده. لكن الشطاره بقى ان انا اتفادى كل ده. يعني الشطاره ان انا اتفادى كل ده. انا عندي هدف محدد، عندي بطوله غايبه من بقى لها 5 سنوات وانا متعود عليها
عندي كاس عالم الانديه يعني 5 مرات رحتها، فده حقي. جمهور الاهلي اتعود على اجواءه كمان. طبعا. وعلى فكره يعني دي جايزه، اكبر جايزه، اكبر من كاس افريقيا نفسها. ان انا العب في كاس العالم واشوف المستويات العاليه بالزبط. الاوروبيه واللاتينيه وبتاع، دي الجايزه اللي اللعيبه عايزه، اللي ما خدش حتى فرصه احتراف بيشوفها لما بيلعب مع الناس دي، فبتبقى جو ثاني. انا يعني يعني اسعدني ان انا شخصيا احضر 4 مباريات، 4 بطولات كاس عالم انديه من الخمسه اللي لعبهم الاهلي. فكنت بشوف لعيبه الاهلي يعني روحهم مختلفه طبعا، نظرتهم للكوره مختلفه، احتكاك مختلف. هو طبعا الاحتكاك مختلف، بس هو بيتنقلوا نقله نفسيه في الاستعداد وفي الجو العام وكل حاجه بتختلف معاهم جدا. فانا مش شايف بقى حته الاجواء دي، يعني هزعل جدا لو اثرت على لعيبه النادي الاهلي، يعني هتبقى بدايه للخساره، واحنا ما نتمناش هذا. اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبره الكافيه للتعامل مع هذه الامور. ده اكيد يعني. يعني الشطاره ان انا اقلب الطاوله على المنافس اللي معايا، واخلي الضغط ده عليه هو مش عليا انا. بالظبط. انا عندي رصيد هدفين، عندي رصيد اقدر افوز بالتعادل، عندي يعني في كذا حاجه، يعني عندي فرص كتير جدا ان ان شاء الله اشيل الكاس وارجع بيها مصر ان شاء الله. فما بعدش الهدف ده عني. وجود لعيب زي حسام عاشور في وسط الملعب ده مهم جدا طبعاً. على فكره خبره كبيره، لانه خبره كبيره وقادر ان هو يقود لعيبته وزملائه في الملعب. وليد سليمان، وليد سليمان طبعا، وليد سليمان يعني جهده بيبقى في النص القداماني ده عالي جدا. هو حاطط دماغه في النص القداماني ده الاولاني والثلث الهجومي. حسام عايز يظبط الفرقه، ودي نقطه مهمه جدا. حسام عاشور انه يظبط الفرقه وايقاعها وتنفيذ التعليمات، وانا يعني وجود الاثنين اللعيبه دول انا متفائل بيهم الى حد كبير، مع باقي طبعا اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله عليهم. في جديه وفي رجوله، وان شاء الله الكاس للاهلي ان شاء الله. طيب سؤال بشقين، السيناريو المتوقع من وجهه نظرك والسيناريو اللي بتتمناه من وجهه نظرك. اتمنى طبعا الاهلي يفوز 1-0. سيناريو المباراه، سيناريو المباراه، الشكل المباراه ممكن تبتدي ازاي؟ يبقى يعني في ضغط مثلا هجومي من الترجي؟ لا طبعا. الاهلي يدافع شويه، يبقى في توازن. هو السيناريو المتوقع ان في يعني هنقدر نقول ايه سبع، يعني الاهلي هيهاجم هيدافع 60-40. وده طبيعي جدا. 60-40. ممكن تتطور مع ظروف المباراه. والترجي هيهاجم 80-20. لان هو النهارده هو كل تدريباته خصوصا ان بعض الشعباني استعاد بعض اللعيبه اللي كانت يعني مصابه في الماتش اللي فات ما لعبتش. بالظبط. منهم ايمن بن محمد ده ما اعتقد، يعني اعتقد لاعب مهم جدا. ايمن محمد، بس هو طبعا عنده غياب فرانكوم وشمس الدين الزوادي، فطبعا فرانكوم احد امر لاعبي الترجي بصراحه، طبعا غيابه هيكون مفيد بالنسبه لنا. يعني نلعب على الحتت دي. نلعب يعني هو بس كان احنا ناقصنا اجاي وناقصنا احمد علي معلول وعزارو واحمد فتحي. لا هم عندهم برضو عناصر مهمه جدا ناقصه، يعني هم مش متفوقين علينا فنيا يعني. فالسيناريو اتوقعه ان الاهلي يحاول يمتص المباراه من البدايه من نص الملعب، ويقفل مساحات الى حد كبير، ويعني يكون اللعب من لمسه واحده على اساس ان يحصل امتلاك للكره اكبر وقت واستحواذ. ده بيساعد نفسيا ان الجماهير تحس بيك اكتر، وانت تحس بنفسك في الملعب، ويربك الخصم. في المقابل فرقه الترجي ليس امامها سوى يعني اللعب على الوقت. اللعب على الوقت، فاللعب على الوقت معانا ان هو بيدور على جون من اول ربع ساعه. فده جون مش هيجي الا بضغط هجومي طبعا. فهيلعب ضاغط بشده جدا، واتوقع عنف كمان، لان دي اسلوبهم. اتوقع عنف شديد واحتكاك جامد في الكرات المشتركه. لازم نكون احنا اكثر ثباتا وقوه، حتى يعني نعدي على الاقل ثلث ساعه الاولانيه. يعني من وجهه نظرك شايف اصعب فترات المباراه اول ثلث ساعه؟ طبعا
طبعا ان دي بترسم بعض الملامح للمباراه نفسها والنتيجه بتدي ثقه اكثر لاهلي ان شاء الله لما يكون ما فيش جوان خالص وتبتدي تاخد وتاكل في ثقه لعيبه الترجي تدريجيا حتى نهايه الشوط الاولاني وفي هيبقى في تكتيك ثاني في الشوط الثاني من كارترون لو النتيجه 0-0 تمام هيبقى في تكتيك ثاني على الاقل في الثلث ساعه الاخيره يعني على الاقل لازم نتماسك شويه في الشوط الاولاني ونتوقع هذا الهجوم الكاسح من لعيبه الترجي وندور على اي فرصه او انصاف الفرص يعني عندنا كمان عفوا اتفضل الكرات الثابته لازم نستغلها كويس قوي الضربات الركنيه لازم نستغلها كويس ونبقى يعني فيها كثافه شويه يعني احنا انا ملاحظ في الماتشات الاخيره الضربات الركنيه من نلعب بره بيروح 2-3 بس يعني لا احنا دي 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 انصاف الفرص بقى ولازم ندور ممكن تدينا جول يغير البلان بتاع الماتش كله يعني فضربات الثابتة كمان عندنا وليد متميز فيها جدا فلازم يبقى دي تركيزنا ان احنا انصاف الفرص دي او اربع الفرص كمان ما نستهنش بيها جماعيه اكثر دي نقطه مهمه في انهاء الهجمات المتوقع انها تكون قليله شويه ونادره بالنسبه للاهلي. طيب حضرتك مع صلاح محسن ولا مروان محسن؟ اللي يبتدي مكان وليد ازار. هما ورقتين يعني تمام. يعني انا ابدا بمروان محسن لانه اكثر خبره تمام وعنده رصيد دولي اكثر و بس محتاج ان هو ياخد جرعه حماسيه اكثر وانه يكون مقاتل بشكل شرس يعني ويبقى في الاحتكاك وينزل ومع لعيبته في وسط الملعب واذا يعني لم يوفق في ان هو يمثل الضغط هو صدره مش ان هو في الماتش ده انه يهدف يعني تمام انما يزعج دفاع زي ما كان أزارو بيعمل كده المباراه بالظبط كده ويدور على ضربات جزاء يدور على ضربات حره قريبه من منطقه الجزاء يبقى مشاكس جدا يبقى مشاكس جدا يعني ما يهمتش يعني طب دي متوفره اكتر في صلاح ولا في مروان؟ لا هي في موجوده في صلاح اكتر عشان السرعه تمام انما مروان عنده خبرات اكتر يعني انا ابدا بمروان و يعني حسب مجريات المباراه ممكن وحتى لو مروان يعني استهلكت طاقته البدنيه في 30 ساعه او عفوا 60 دقيقه الاولى من المباراه هتفضل 30 دقيقه انا ممكن العب صلاح لان الـ مع افتراض ان مفيش اهداف في الاهلي مع افتراض ان مفيش اهداف في الاهلي ان شاء الله في النص ساعه الاخيره انزل صلاح سرعاته هيكون يعني دفاع الترجي يعني استهلك شويه بدنيا والسرعه هتفرق بقى بالنسبه لصلاح يعني تمام طيب الشعباني رايك في ايه؟ المدرب بتاع الترجي التونسي انا ما اقدرش اقيمه طبعا يعني هو تولى مهمه في ظرف صعب ليه مدرسه خاصه كده في التعامل يعني ان هو بيضغط على الحكام مش عارف ايه مع المدرسه دي ولا لا هو لو هو كده يبقى مش هينجح يعني لو هو دي حرفته يعني ان هو يضغط على الحكام وبتاع يعني هيطرد وهيطرد وهيطرد لما هيخسر فرقته خالص يعني طيب اخيرا توقعات حضرتك لا ان شاء الله الاهلي 1-0 ان شاء الله يا رب او 1-1 يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله دعوات كل المصريين بالتاكيد استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي الكبير بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد بحضرتك معانا انا اسعد والله ربنا يخليك طيب ده كان لقائنا مع استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي وكان الحديث طبعا عن مباراه الغد ما بين الاهلي والترجي واحنا بنختم دايما ندعي نقول يا رب ان شاء الله نادي الاهلي يكون موفق في مباراه الغد ان شاء الله يقدر يرجع لنا من تونس بكاس دوري ابطال افريقيا البطوله المهمه والمميزه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي ومن ثم كمان التاهل لكاس العالم للانديه دعوات كل المصريين للنادي الاهلي غدا ان شاء الله يا رب النصر للنادي الاهلي دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا استنونا يوم السبت ان شاء الله مع زميلتي العزيزه شيماء صابر وان شاء الله يكون النادي الاهلي جيب اللقب كمان وتكون حلقه مميزه استنونا وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا الى اللقاء